السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام أهلا وسهلا بكم بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 والنكسة الفلسطينية عام 1967 نتساءل هل الشعب الفلسطيني سوف يعيش الكارثة عام 2023؟ أولا كما تعلمون أنا ضد الحرب مهما كانت الأسباب والمسببات بالنسبة لي الإنسان الذي يستعمل الحرب لكي يحل مشاكله السياسية أو الاقتصادية أو غيرها فهو إنسان لم يصل بعد الى مرحله التحضر واتكلم عن الحرب بصفه عامه وخاصه ما يسمى بالحرب البدنيه وليس الحرب بين الدول فقط وانما حتى الحرب باستعمال العنف مع شخص اخر الانسانيه والانسان المتحضر يستعمل اساليب اخرى يمكن ان نطلق عليها حرب فكرية أو حرب منافسة أو حرب اقتصادية أو أي حرب من الحروب ولكن الحروب البدنية التي يتضرر فيها الإنسان الآخر هي مرفوضة كليا ولا يمكن ولن يمكن أن أؤيد أي حرب مهما كانت سوى بين الدول أو الجماعات أو استعمال العنف بين الاشخاص هذا مبدا اساسي بالنسبه لي نعود للحديث على ما يحدث في الشرق الاوسط الان تقريبا عشره ايام بعد عمليه طوفان الاقصى الاوضاع ما زالت متوتره الى هذه الساعه الامر غير واضح الذي أردت أن أتكلم فيه في هذا الفيديو، بعد اجتياح الفصائل الإسلامية الفلسطينية الأرابي الإسرائيلية، والدخول في العمق الإسرائيلي، نريد أن نطرح بعض الأسئلة ونجيب عليها، طبعاً كما أقول وأؤكد رأيي يلزمني إلا أنا. يمكن أن تتفق معي، يمكن أن تعارضني، يمكن أن تكون لك فكرة مخالفة كلياً، فهذا أمر عادي ومقبول. عندي بعض الأسئلة الذي معناتها وضعتها لكي أتكلم في هذا الفيديو. ماذا نعرف عن عملية ما يسمى طوفان الأقصى؟ كيف تم تحضيرها؟ هل علمت المخابرات الإسرائيلية بهذه العملية؟ وهل كان متوقع أن تحدث عملية بهذا الحجم؟ هل كان يمكن لإسرائيل أن تتجنب هذه العملية؟ ما الهدف الأساسي من هذه العملية؟ يعني الهدف الأولي للعملية بحد ذاتها والهدف ما بعد العملية وما تورط إيران في هذه العملية طبعا هذه الأسئلة كلها وبعض الأسئلة الأخرى التي سوف تخطر على بالنا في الفيديو سوف أحاول أن أعطي وجهة نظري في الموضوع ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر لم يكن عملية اعتباطية ولا قرار اخر لحظه بل تم تحضيره منذ عده سنوات ويمكن القول ان بعد الاتفاق للدفاع المشترك بين سوريا وايران اثناء الحرب الاهليه او الحرب الذي وقعت في سوريا والتي كادت ان تؤدي الى سقوط بشار الاسد تم توقيع اتفاقيه بين ايران وسوريا للدفاع المشترك لكي تساعد ايران سوريا للتخلص من الحركات الاسلاميه السنيه السلفيه بعد هذا الاتفاق وقع اتفاق اخر مع الاسف لم يتم التطرق اليه كثير وهو الاتفاق الذي وقع بين ما يسمى بعض الفصائل والدول لمواجهه اسرائيل وهذا الاتفاق صار بين سوريا وحزب الله وكبار الفصائل الفلسطينيه الاسلاميه في غزه ولقد دعا هذا الاتفاق الى كل الفصائل الفلسطينيه لكي تنضم لهذا الاتفاق الذي يطلق عليه الدفاع المشترك ضد اسرائيل. الجبهات التي تحارب عليها اسرائيل هي خمسه جبهات اساسيه. هي جبهه الشمال ما يسمى جبهه لبنان والذي فيها حزب الله والجبهه السوريه الذي هي ايضا تعتبر في الشمال والجبهه الشرقيه التي هي الضفه الغربيه والجبهه الداخليه اللي يطلق عليها فلسطينيين 48 وهناك ما يسمى بالجبهه الجنوبيه التي هي غزه وفي غزه هناك عديد من الفصائل وفي الضفه الغربيه نفس الشيء وهناك في الضفه الغربيه سلطه رسميه لما يسمى الشعب الفلسطيني والمتحدث باسم الشعب الفلسطيني والذي معترف بها تقريبا من جميع الدول والمنظمات. اذا خلق هذه الجبهه للمقاومه ضد اسرائيل تقريبا في عام 2018 2019 لا اتذكر بالضبط. و وحدت ما يسمى حزب الله لبنان وسوريا وحماس وجناحها العسكري والجهاد الاسلامي وبعض الحركات الاسلاميه الاخرى. في ذلك الوقت كثير من المحللين السياسيين في اسرائيل او خارج اسرائيل حذروا من خطوره هذه الجبهه الذي سوف تضع اسرائيل في ورطه كبيره لو هاجمت احدى هذه الفصائل ولكن رغم ذلك لم ينتبه الكثير لهذه الجبهه رغم ان الوحده الدفاعيه بين سوريا وايران ادى الى انتصار بشار الاسد على ما يسمى بالمقاومه الاسلاميه السنيه اذا هنا بدات ما يسمى فكره المواجهه مع اسرائيل والدفاع المشترك منذ ذلك الوقت اتصور ان بدات فكره التحضير لعمليه كبيره ضد اسرائيل يعني هذه معناتها مسألة حسب يعني تصوري أنا، كما قلت إن قرار تحذير هذه العملية يعود إلى ذلك الوقت، ولكن من سوف يقوم بتلك العملية لم يحدد بعد، وإنما اتخذ شهور وسنوات لكي يقرر من سوف يقوم. بتلك العمليه التي سوف تكون ضربه قاسمه لاسرائيل طبعا لو نظرنا بالعقل والمنطق لا يمكن لسوريا ان تقوم بتلك العمليه لعده اسباب اولا سوريا لها اتفاقيه مع ايران والقيام بمثل هذه العمليه سوف يتم اتهام ايران مباشره بالدليل والحج. هذا من ناحية. ثانيا سوريا دولة ومن السهل لدولة اسرائيل ان تدمر سوريا وان تسقط نظام بشار الاسد ولهذا ابعاد سوريا مباشرة عن هذه العملية هو امر منطقي. صحيح سوريا هي ضمن هذه الجبهه المقاومه لاسرائيل ولكن مساعدتها سوف تكون بطريقه اخرى سوى بالمساعده الماديه او المعنويه او المعلومات التي يمكن ان تقدمها لا اكثر ولا اقل لا يمكن في سوريا ان تقوم بمثل هذه العمليه داخل الاراضي الاسرائيليه الطرف الثاني الذي يمكن ان يقوم بالعمليه هو حزب الله وهذا ايضا مستصعب لماذا لان حزب الله محسوب على ايران وقيام حزب الله بمثل هذه العمليه سوف يتم اتهام ايران مباشره هذا من ناحيه من ناحيه اخرى الجبهه الشماليه جبهه نوعا ما صعبه ومعقده بسبب الطبيعة، وبسبب الهضاب، وبسبب الغابات، وأيضاً بسبب تمركز قوة إسرائيلية قوية في الشمال، لأن في الشمال إسرائيل تعتبر أنها تحارب دولتين سوريا ولبنان، إذاً هناك قوة عسكرية قوية تمنع أو من الصعب التسلل الى داخل الاراضي الاسرائيليه. اذا من يبقى لكي يقوم بهذه العمليه؟ طبعا هم اسلاميين غزه اللي هي طبعا تمثلهم الاكبر حماس وجناحها العسكري. واتصور انه تم تكليف حماس بهذه المهمه منذ يمكن سنة أو سنتين لا أكثر ولا أقل، أي بعد مدة من تكوين الجبهة. الكل يعلم أن حماس حركة سنية يمكن القول أنها إخوانية. تم تكوينها ودعمها من دول الخليج وتركيا بعلم غربي. لسرقة الأنظار من الحركة الشيعية، في جنوب لبنان التي هي حزب الله هذا من جهه من جهه اخرى كانوا يريدون ان يخلقون ما يسمى بالحلف السني ضد ايران وارادوا ان تكون حماس ضمن هذا الحلف السني بعد ما وقعت ما يسمى بالانتفاضه التونسيه ووصول الإخوان بين قوسين الموالين للغرب إلى تونس وسقوط القذافي كما تعلمون ووصول الإخوان المصريين إلى السلطة وقيام ثورات أو انتفاضات أو حركات سنية في العراق وسوريا من أجل السيطرة على العراق وسوريا وطبعا في اليمن وكل ذلك بدعم خليجي من اجل خلق جبهه سنيه كبيره لمواجهه ايران. ولكن فشل هذه الخطه وعلمهم ان الاخوان في مصر لا يمكن ان يكونوا حلفاء لامريكا بل هم اقرب الى ايران وفشل الخطه في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق واخيرا في تونس. حيث حماس التي هي اكبر الفصائل الاسلاميه الفلسطينيه وجدت نفسها بدون دعم الا دعم قليل من طرف الاتراك والقطريين فمن يملا هذا الفراغ طبعا سوف تملاه ايران ولكن ليس بالطريقه المباشره ايران لها تجربه كبيره في الحرب والخداع سواء مع العراق أو قبل العراق أو بعد العراق إذا هي تعلم جيدا كيف يعمل الغرب وبأي طريقة يمكن أن لا تدان إيران لها علاقات وثيقة جدا مع سوريا والآن لها علاقات قوية جدا في العراق أي الوصول إلى الساعة السورية أصبح امر سهل وبسيط وانا عندما كنت منتمي للحركه المهدويه الرساليه كنت عندما اسافر من سوريا الى ايران لا احتاج الى جواز سفر يكفي بطاقه تثبت انتمائي الى هذه الحركه اذا التنقل وتبادل المعلومات وكل شيء يعني سواء عن طريق الجو والان عن طريق البر سهل وسلس بين ايران وسوريا يعني عباره على دوله واحده اذا ايران عندما تريد ان ترسل مساعدات الى غزه او الى حماس لا تقوم بها مباشره لا فهي ترسل المساعدات للعراق ومن العراق الى سوريا ومن سوريا الى حزب الله ومن حزب الله الى غزه وطبعا بعد الاتفاقيه نتاع ما يسمى المواجهه ضد اسرائيل اصبح معلوم للجميع ان حماس تتلقى الدعم من حزب الله ووقعت كثير المرات ان القوات الاسرائيليه البحريه اعترضت معناتها سلاح وادوات قادمه من لبنان عن طريق البحر الى غزه وطبعا غزه تدخل لها ايضا المساعدات من سيناء ومن مناطق اخرى. احنا نعلم ان التهريب امر سهل جدا بالنسبه للعصابات وبالنسبه للدول وغيرها. اذا هنا هذا الفراغ الذي ملأته ايران لا يمكن ان يكون عليه دليل رغم انه واضح وبيّن ان الصواريخ والسلاح والتطور الذي وقع في حماس لم ياتي من فراغ ومعلوم علاقتهم بحزب الله وبهذه الجبهه الموحده ضد اسرائيل ولكن اثبات ذلك بالدليل على حسب القوانين الدوليه امر صعب ومستصعب لهذا لا يمكن او من الصعب جدا إدانة إيران بالأدلة. رغم الكل يعلم ذلك. المهم أن هناك قوانين دولية لا تمنع مساعدة الدول لبعضها. ولا تمنع أن هناك تحالف بين الدول. كما أن أمريكا ودول غربية تدعم إسرائيل في وضح النهار. لماذا نحرم على إيران دعم سوريا أو اليمن؟ هذا يدخل ضمن القوانين الدوليه اذا انسى موضوع اتهام ايران ولو حتى ثبت بالدليل ان ايران تدعم حماس او تدعم حزب الله لا يمكن ان نلوم ايران انها تدعم حلفائها كما لا يمكن ان نلوم امريكا انها تدعم اسرائيل، القانون يجب ان يطبق على الجميع، ليس على طرف دون الاخر. اذا حماس بصفتها اكبر الفصائل الاسلاميه الفلسطينيه المقاومه وضمن الجبهه لمواجهه اسرائيل هي المرشح الاول بقيام بمثل هذه العمليه. طبعا هناك اسباب اخرى كثيره. ان حركة حماس مسيطرة كليا على غزة، وعلاقتها مع الحركات المسلحة الفلسطينية الأخرى هي علاقة جدا جيدة، كما أن حماس تطالب بتحرير كل فلسطين، وطبعا هناك معناتها أشياء أخرى مثل أن الحدود بين غزة وإسرائيل هي حدود اصطناعية يعني سياج صنعته اسرائيل وتكلف معناتها مبالغ خياليه كما ان المنطقه اللي في اسرائيل يعرفوها معناتها اصحاب غزه يعني يعرفوها مليح خاصه ان الاف الفلسطينيين يدخلون كل يوم للعمل في اسرائيل وفي المستوطنات أن ينقلون معلومات تفصيلية على ما يحدث في المنطقة الإسرائيلية، يعني كل هذه المعطيات وأسباب أخرى أنها لا يمكن يعني أن نتهم إيران مباشرة بالعملية لأن غزة بعيدة كل البعد، يعني ليس لها علاقة مباشرة مع إيران. إذا هذه المعطيات كلها يخلي أن حماس والفصائل اللي معاها هي اللي تقوم بهذه العملية التي تعتبر أكبر عملية وقعت ضد إسرائيل في التاريخ منذ 75 سنة. كما أن هناك عامل آخر أيضاً مهم هي ردة فعل إسرائيل. يعني العملية لو قام بها عناصر من غزة أو حماس ردة الفعل الإسرائيلية سوف تكون صعبة ضد منطقة جدا صغيرة مؤهلة بالسكان يعني لو قصفت غزة سوف يأتي كل العالم الإسلامي وحتى غير العالم الإسلامي ضد إسرائيل لأن يعني يجب قراءة ماذا سوف يحدث بعد العملية وكل هذا في الحسبان يعني من قام بالعملية وحضر العملية لم يستهدف إسرائيل فقط بالعملية وأخذ الأسرى وقتل الإسرائيليين لا هو كراه حسابه بعد العملية وردة الفعل الإسرائيلي يجب أن يضع إسرائيل في ورطة وهذا ما حصل إذا هذه العملية يمكن أن أقول معنت على حسب معنت قوتها أنها تطلبت تقريبا معناتها اقل شيء سنه او اكثر من سنه للتحضير لهذه العملية ولكن طبعا البعض يقول كيف تمت هذه العملية بهذه الطريقة السرية ولم يعلم بها أحد هذه معناتها مسألة أنا نسمعها في الأخبار من أول قيام هذه العملية كيف إسرائيل لم تعلم بحدود هذه العملية ولا خبر واحد رغم جواسيسها رغم التسلط نتاعها رغم الاقمار الصناعيه نتاعها رغم كل شيء كيفاش يعني من غير المعقول انها ما تعرفش حتى ذهب البعض يقول انها كانت تعلم كما وقع في 11 سبتمبر واخذت الطرف لكي تنتقم بعد ذلك ولكي توحد الجبهه الاسرائيليه لان في هذه الفتره منذ اشهر هناك خلافات كبيره داخل اسرائيل بين الاحزاب وكذلك هناك فطور بين اسرائيل وبين امريكا خاصه بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه وموقف اسرائيل اذا انها اسرائيل كانت تعلم بوجود عمليه بهذا الحجم بل ذهب البعض انها ساعدت على ان تقوم هذه العمليه لكي تجد مبرر لتوحيد الجبهه الداخليه والجبهه الخارجيه، طبعا انا ليس مع هذا الفكر انها اسرائيل كانت تعلم وقبلت انها تتعرض لهذه الاهانه، هذا امر بالنسبه لي مستحيل، يمكن كانت تعلم ان هناك عمليه سوف تقع ولكن لم تكن تتصور انها تكون بهذا الحجم وبهذه الخسارة لو كانت عملية صغيرة يمكن أن تتغاضى عنها إسرائيل ولكن عملية بهذا الحجم وبهذه الإهانة وبهذه الخسارة لا يمكن أن تكون تعلم بها إسرائيل وخلاتها توقع راح تعرضت لها كل الطرق لكي لا تقع أو أنها تعمل المستحيل لكي تكون أقل خسارة ممكنة بل نصر لها، ولكن ليس هذا ما وقع، والعمليه وقعت ووقعت خسائر كبيره جدا معنويه وبشريه داخل العمق الاسرائيلي. طبعا انا كمنتمي كما قلت لكم للحركه الاسلاميه المهدويه يعني وعشت في ايران وفي سوريا ومشيت للبنان ونعرف كيفاش يخدموا. يعني اتوقع انه بالنسبه للتقنيات الايرانيه والتقنيات الشيعيه بحد ذاتها واسلوب التقيه وطريقه العمل يمكن ان يقوموا بمثل هذه العمليه دون ان يعلم بهم احد. لعل البعض يقول لي كيف ذلك؟ طبعا انا وضحت ذلك في كتابي وقلت يعني كيفاش انهم يقسمون العمليه دائما الى ثلاثه اقسام. قسم ما يتعلق بالسلاح وقسم ما يتعلق بجمع المعلومات والتنسيق وقسم منفذ العملية وهناك طبعا طرف رابع هو الذي يعطي الأمر للمنسق لكي يربط في ساعة الصفر أو في الوقت المحدد بين من يملك السلاح ومن يقوم بالعملية هذا الأسلوب طبقه الإيرانيين والشيعة في العالم دون ان يتفطن اليهم احد وانا فصلت في الكتاب متاعي وقلت كيفاش معناتها تتم العمليه وكيفاش معناتها كل طرف لا يعلم ماذا يحدث يعني نجي انا نكلف هذه المجموعه بشيء ثم نكلف هذه المجموعه بشيء ثم نكلف هذه المجموعه بشيء ثم في الوقت المناسب انسق من بينها انا حسب رايي ان هذه التقنيه هي اللي استعملتها حماس للتحضير لهذه العملية الكبيرة داخل التراب الإسرائيلي اللي تركت إن المخابرات أو ما يسمى الشينبات الإسرائيلي لم يستطيع أن يعلم بعملية مثل هذا الحجم إذا أتصور إن هذه التقنية الحربية الإيرانية الشيعية التي تعتمد على السريه المطلقه هي التي استعملتها حماس لتحضير لهذه العمليه منذ سنه او اكثر من سنه حيث مده من الزمن كلفت مجموعه معينه لتخزين السلاح والصواريخ وخلق طائرات مسيره وما يسمى صنع أدوات للغوص تحت الماء أو غيرها من الأدوات التي استعملتها في هذه العملية وهذه المجموعة لم تكن تعلم كليا بماذا سوف يحصل فهي عملت فقط على تحذير ترسانة عسكرية مهمة جدا لماذا لا أحد يعلم هذه المجموعة الأولى وفي نفس الوقت كانت الحركة الإسلامية حماس اختارت آلاف الأشخاص دربتهم تدريب عسكري يعني متقدم في مجالات معينة سواء في الغوص سواء في الهجوم سواء في أخذ الأسرة وغيرها بدون أن يعلموا أيضا أنهم سوف يقومون بتلك العملية والمجموعه الثالثه هي ما يسمى التنسيق وجمع المعلومات كلفوهم بمهمه جمع المعلومات لما يحدث داخل الاراضي الاسرائيليه المستوطنات الخرائط وحتى ما يسمى بالاحداث التي يمكن ان تقع مثل ما يسمى مهرجان الموسيقى الذي وقع في جنوب اسرائيل قرب غزه يعني قريب من الحدود من غزه والذي يشارك فيه الاف الاشخاص وياتون من كل العالم. يعني كانوا مطلعين بالتفاصيل حتى ان سمعت في الاخبار انهم حصلوا على خرائط دقيقه منزل بمنزل هذه المعلومات ليس لهم أقمار صناعية لكي يعرفوا ذلك عن طريق من؟ عن طريق هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون ويعملون داخل إسرائيل ويعملون داخل المستوطنات، فهم يعودون إلى غزة ويحملون كل هذه المعلومات. إذا هنا هذم ثلاثة أطراف تم تكوينهم مدة سنة أو سنتين دون أن يعلموا ماذا سوف يحصل. وهناك طبعا طرف رابع هو المهم هو الذي سوف يعطي الأوامر للجنة التنسيقية لكي تطلق ما يسمى عملية السفر يوم 7 أكتوبر وتم كل واحد منهم يقوم بالعمل المحدد له أنت مهمتك أنك تكسر السياج أنت مهمتك أنك تغوص تحت الماء وتخرج في الأراضي الإسرائيلية أنت مهمتك أنك تقذف الصواريخ الاف الصواريخ انت مهمتك انك تدخل داخل الاراضي الاسرائيليه وتقتل اكثر عدد ممكن انت مهمتك انك تاخذ اسرى وتعود بهم الى غزه والخطا الكبير الذي جعل عدد الاسرى كبير ليس فقط معناتها خطف الاسرى ان الاشخاص اللي كانوا مشاركين اكثر من ألفين في المهرجان الموسيقي هجموا عليهم من مكان أن هروبهم كان نحو الأراضي في غزة يعني الحفل الموسيقي موجود هنا في مكان أن يهربون نحو إسرائيل هربوا نحو الحدود وهكذا كان عليهم من السهل إدخالهم لغزة وإحنا نعلم أن عدد الأسرة يعني يتجاوز 200 شخص وهو عدد جدا كبير غير الأسرة الذي تم اخذهم وكانت مجموعات معينه هي اللي مكلفه باخذ الاسره يعني كل طرف في هذه العمليه قام بالعمل المحدد له وهذا لا يمكن ان يكون اختراع معنتها لحماس وانما هي تقنيه حربيه ايرانيه شيعيه معروفه جدا لمن هو مطلع على ايران وعلى الحركات الشيعيه، وللعلم ان قضية بداية تحرير فلسطين، مسأله تتراود منذ عهد طويل جدا. فهمت؟ يعني كان ديما نتكلموا على عمليه كبيره لتحرير فلسطين، ولكن في السنوات الاخيره هذه الفكره اصبحت تردد من مسؤولين كبار منها نصر الله من حزب الله وبعض الاشخاص اللي نعرفهم معناتها فلسطينيين كانوا يؤكدوا لي ان مع تبدا عمليه التحرير الكبرى لفلسطين ولكن طبعا لا احد يصدق هذه الفكره يعني لا احد ياخذ هذه الفكره بجديه لماذا؟ لأن تعودنا أن الحركات السنية بصفة عامة يقولون ما لا يفعلون. ولكن أنا عندما كنت نسمعها من كثير من الأشخاص كنت لا أهتم بها، ولكن عندما سمعتها كم مرة من عند نصر الله اللي معروف اللي اللي يقولوا يعملوا هذه معناتها مسألة معروفة في نصر الله، يعني شكيت ولكن لم انتبه إليها لهذه الدرجة يعني كنت معناتها أقول معناتها شنية اللي حذر هذا شنو فما وأكيد أن جماعة حزب الله وإيران كان يعلمون ولكن لا يعلمون التوقيت هذه مسألة أمنية اللي يفهم في المسألة الأمنية أن العمليات الاستخباراتية والعمليات الكبيرة هذه خاصة عندما تقوم بها إيران أو جهاز مخابراتي كبير يتم توزيع المهام ولا أحد يعلم التفاصيل هي عبارة على رقعة موزعة يعني كل واحد عنده اختصاص ثم يتم تجميعها مثل البوزل نسميه البوزل من عرش اسمه بالعربية أما البوزل لكي تكون العملية بالفعل ناجحة إذا هذا الذي وقع يعني إسرائيل حتى أني قرأت معناتها في بعض المقالات أن إسرائيل علمت قبل ايام ان هناك عمليه سوف تقع ولكن لم تهتم اليها ولم تاخذها بعين الاعتبار، لماذا؟ لان هناك كثير من الاخبار المزيفه لا يمكن ان ناخذ كل الاخبار بجديه، هذا من جهه، من جهه اخرى ان اسرائيل كانت تعيش تمزق داخلي كبير جدا. وايضا هناك معلومه هذه اكيده أن قوات إسرائيلية كانت موجودة في جنوب إسرائيل تم نقلها من طرف نتنياهو إلى الضفة الغربية لحماية المستوطنين وهذه يعني يخلينا نقول لماذا فعل ذلك البعض يقول أنه فعل ذلك عمدا والبعض الآخر يقول لا لكي يكسب أصوات المستوطنين وإحنا نعرف نتنياهو متقرب جدا من المستوطنين من أجل أصواتهم ومن الجهات أو الحركات المتشددة الصهيونية الذي موجودة في إسرائيل يعني هذه مسألة أيضا جدا مهمة لو ننظر للخريطة العملية يعني ساعدتها عدة ظروف وهذا يعود أيضا إلى المعلومات اللي استطاع أن يتلقى معناتها منها الفلسطينيين أو حماس المعلومة يعني كانت معلومات دقيقة جدا وإحنا نعرف أن في الحروب او في غيرها من الامور ان الاسرى او ما يسمى الهاربين من منطقه المنطقه او اللي يدخلوا المنطقه دي ما يتم استجوابهم لكي نعرف التفاصيل الموجوده في تلك المنطقه القادمين منها هذه امور يعني معروفه وما تحتاج اكثر تفاصيل ما هو اكيد ان حماس استطاعت ان تجمع المعلومات الكافيه عن طريق الاشخاص الذين يدخلون يعملون في اسرائيل واستطاعت ان تحصل على التكنولوجيا لتطوير سلاحها والتكنولوجيا ما يسمى بالاعمال العسكريه من طرف حزب الله ومن طرف ايران طبعا ونتيجه التجربه اللي عندهم الطويله في هذا الميدان اذا كانت مستعده استعداد كامل لهذه العملية، لم تكن عملية اعتباطية وكانت لها اهداف محددة. العملية كان لها اهداف محددة في اليوم ذاته، هي العملية يعني دامت بضع ساعات. في الساعات الأولى حققت كل اهدافها. ما هي الأهداف الذي حددتها حماس لهذه العملية؟ أولاً دخول عمق إسرائيل، يعني دخول الأراضي الإسرائيلية. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو قتل أكبر عدد ممكن. وهذا ما فعلت في الساعات الأولى. ثم الهدف الثالث هو نقل أكبر عدد ممكن من الأسرى. وهذا فعلته، وطبعاً هناك أهداف أخرى مثل إذلال الجيش، واسقاط فكره اسرائيل العظمى واسرائيل التي لا تقهر وغيرها، وكل العمليات يعني اللي صارت بعد ذلك فهي ما هي الا اضافه فقط وزياده، وانما الاهداف الاولى للعمليه نجحت في الساعات الاولى من بدايه العمليه. اذا حول السؤال هل كانت اسرائيل تعلم بالعمليه؟ الجواب اجبت عليه انها كانت تعلم. ولكن ليس بهذا الحجم وبهذه الطريقه كانت لها معلومات وكما قلت هناك خبر ان المخابرات المصريه اعلمتها ان هناك عمليه سوف تقع في الجدود ولكن لماذا اسرائيل لم تفعل شيء اين كانت المخابرات يجب ان نعلم ان اسرائيل في الفتره قبل العمليه كانت تعيش انقسامات كبيره جدا في الوسط السياسي والمخابراتي والعسكري أيضا وكانت عندها مشاكل مع أمريكا كما قلت ومع الغرب في مسألة عدم أخذها موقف يعني واضح من الحرب الروسية الأوكرانية وكما قلت أيضا أن نتنياهو أنقل أعداد كبيرة من الجنود من الجنوب إلى المنطقة متاع المستوطنين في الضفة الغربية والمناطق الأخرى إذا كل هذه العوامل جعلت أن المخابرات أو الجيش الإسرائيلي لم ينتبه لهذه العملية ولم يكن يتوقع أنها سوف تكون بهذا الحجم وبهذه القيمة إذا العملية كانت كما قلت وأقول أنها عملية نوعية ناجحة مئة في المئة. ولكن هل من خطط لهذه العمليه لم يتوقع ان هناك ردود افعال؟ طبعا. هنا ندخل في المرحله الثانيه من العمليه وهي بعد العمليه، لان من وضع هذه العمليه واختار حماس ان تقوم بهذه العمليه او الحركات الاسلاميه المقاومه الفلسطينيه من غزه ان تقوم بهذه العمليه فهو متوقع أن تكون هناك ردة فعل طبعا ردة الفعل سوف تكون بماذا؟ بغزو غزة؟ لهذا تم خطف أكبر عدد ممكن من الأسرة هل بقصف غزة؟ طبعا هذا هو المطلوب منهم يعني هما يحبوا أن الحكومة الإسرائيلية تقصف المدنيين لماذا؟ لكسب الرأي العام الإسلامي هذه من ناحية أولى والرأي العام الدولي هذه مسألة ثانية وطبعا احنا نعرف عندما يوقع قصف عشوائي كما فعلت إسرائيل يعني هنا إسرائيل يعني تحقق أهداف العملية يعني هذا أكبر خطأ صحيح أنها تريد أن ترضي الشعب الإسرائيلي لأن كما قلت في الفيديو السابق أن هناك عقد بين الحكومة والشعب الإسرائيلي أنها تحمي حياته يعني حياة الإسرائيلي مهمة احنا نعرف أن أسير واحد تم معناتها تبديله بألف أسير فلسطيني بينما بعد هذه العملية نرى أن حكومة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لم تهتم بما يسمى الأسرى حتى أن تم إعلان أن عشرين منهم تم قتلهم في القصف الإسرائيلي وهذا طبعا يضعف إسرائيل في الداخل لهذا معمتها العملية الأهداف ما بعد العملية هو قصف غزة وحتى اجتياح غزة أيضا وإرباك الرأي العام الإسرائيلي ضد حكومته بشي للشعب الاسرائيلي راهي حكومتك ما تهتمش بحياتك وطبعا كسب الانصار لان هي وتتقصف اسرائيل قديش من واحد ما له عائلته كلها يولي مجاهد يولي من حماس حتى ولو هو يكره حماس يولي مع حماس هذه مسألة واضحة والدول اللي يسمى الغربية وامريكا نفس الشيء هما قالوا باش يشتحوا غزة الى الان عشر ايام تعدات بعد عملية طوفان الاقصى ولم يجتاحوا غزه، هل هناك تردد؟ البارح قالوا انها بسبب الاحوال الجويه، وهما رغم انهم حاولوا بعد العمليه انهم يشوهوا حماس ويظهروها على اساس انها مثل داعش، وراوا بعض الاجسام تاع الاطفال الصغار المحروقين، يمكن البعض قال ان هذيك معناتها صور مفبركه بالذكاء الاصطناعي، ويمكن تكون مش مفبركه خاطر هناك قصف للمستوطنات واكيد هناك اطفال تحرقوا في هذه العمليه نتاع القصف، اما ما نتصورش ان حماس معناتها كانت قرات حسابها انها تلتزم بالقوانين الدوليه للحرب انها ما تمسش الاطفال الصغار وما تعداش على الكبار وانما انها تعمل من المستحيل نتاعها طبعا اكيد سوف يقع بعض التجاوزات ولكن هذا امر عادي في الحروب، لا يمكن ان تنجم تسيطر على كل ما سوف يقع، ولكن ان يكون متعمد انها قتل ولد صغير او قتل امراه لا، هذا مستحيل لان كما قلت لكم حماس اصبحت تحت تكوين حزب الله اي تحت تكوين ايران، وايران تحترم احترام كل القوانين الدوليه لكي لا تجد عذر واحد للدول الغربيه انها تهجم عليها، هنا نتساءل هل يريدونها بالفعل حرب يعني من قام بهذه العمليه يريد ان يورط اسرائيل والغرب في حرب؟ لا اتصور ذلك، في الوقت الحاضر لا اتصور ذلك، ولكن يمكن ان يقع ذلك لو اسرائيل قامت بحماقات مثل ما فعلت الآن في قصف غزه واجتياح غزه، في هذه الحاله لماذا هم عملوا هذه الفكره؟ لا يريدون ان يبدأون هم بالحرب. هم يريدونها حرب، يعني ايران وحزب الله والمقاومه يريدونها حرب حتى يريدون حرب عالميه، لأنهم في الأخير هم في منطقتهم وسوف يعملون المستحيل لكي يربحون هذه الحرب وما تنساوش أن إسرائيل ليس تعتبر في منطقتها يعني دارين بها عشرين ألف دولة يعني إيران لو تخرج بجيش مئة ألف فقط من إيران وتمر على العراق يصبحوا مليون لو تمر على سوريا يصبحوا ثلاثة ملايين لو تمر على لبنان يصبحوا خمسة ملايين يعني تصور معناتها القوة بتاع إيران الذي أصبحت يعني تطل على البحر الأبيض المتوسط ويمكن أن نقول إنها حدودها الحقيقية هي لبنان وغزة يعني هذا هم الحدود الحقيقية لإيران كما أن حدودها في الجزيرة العربية هي اليمن إيران ماشية وتقوى المشكل أنه لو قامت حرب أكيد هي سوف تنتصر لكن كم الخسارة لا يهم بالنسبه للايرانيين وبالنسبه للمسلمين بصفه عامه ما يهمهمش قداش مش يخسروا مليون زوز ملايين 10 ملايين مش مهم ونحن نعرف ان الكثره تغلب القوه يعني لو في هجموا عليه 10000 نماله يمكن يقتلوهم او 10000 نحله يعني مش مساله فقط القوه يمكن ان تملك القوه ولكن لا تملك الكثره وهذا الهدف ما بعد عملية طوفان الأقصى قاعد يتحقق صحيح لم يتحقق كله لأن الهدف بتاع إيران والهدف بتاع حزب الله والهدف بتاع حماس أنها إسرائيل تتورط في حرب حقيقية بمساندة أمريكية غربية إذا بعد عشرة أيام من طوفان الأقصى إسرائيل والغرب وأمريكا على رأسهم وإرسالها لأبراجها إلى إسرائيل فهي تحقق أهداف ما بعد عملية طوفان الأقصى لأن كما قلت أن أهداف عملية طوفان الأقصى ليس فقط العملية بحد ذاتها وإنما ما بعد العملية هو جر إسرائيل وأمريكا لحرب كبيرة في الشرق الأوسط تكون في إيران وسوريا ولبنان وغزة ويمكن تتدخل روسيا ودول أخرى يعني هذه مسألة جدا خطيرة يعني هذا هو الهدف الأساسي متاع إيران إيران عندها تقريبا عشرين سنة من وقفة الحرب مع العراق العراق كان سادد علينا باب الآن أصبحت تنخر في كل مكان يعني هاو في اليمن هاو في سوريا هاو في شمال افريقيا هاو في ليبيا هاو في افريقيا في كل بلاصة من أجل خلق عندها وضع كما وصلنا إليه اليوم لهذا لا يجب أن تحقق إسرائيل أهداف ما بعد عملية طوفان الأقصى يكفي يكفي ما حصل كما قلت صحيح أن التصرف الإسرائيلي هو ردة فعل يعني غير منطقية و ردة فعل غير مقبولة تؤجج تؤجج ليس المسلمين فقط في العالم وإنما حتى غير المسلمين ورأينا ما وقع في فرنسا وما وقع البارحة في بلجيكا وحتى في أمريكا الشخص اللي عمره 71 سنة قتل فلسطيني ب 28 طعنة سكين وعمره 6 سنوات يعني العنف يولد العنف خطاب العنف يولد العنف أنا ضد إن إسرائيل تضرب إيران ضد إسقاط إيران يا سيدي إيران عندها شعب والشعب نتاعها هو اللي يسقطها المشكلة اللي ميحبوش يفهموه التركيبة الحقيقية للإسلام كما قلت وأقول إن الإسلام يقوم على نظام قبل يعني لازم دي مع عدو ولازم هذا العدو يلزو يهجم عليه بش هو يدافع على روح هذه هي التركيبة فكرة أنك إسقاط إيران ولا إسقاط أفغانستان ولا إسقاط أي دولة ما هوش هو الحل ما هوش هو الحل أولا بالنسبة لإسرائيل يجب أن توقف كليا قصف المدنيين هذه معناتها مسألة لا نقاش فيها وأن تتخلى كليا على فكرة غزو غزة أو تقسيم غزة هذا لا يحل المشكلة نتنياهو يجب أن يستقيل من الحكومة كليا أن يستقيل من الحكومة الإسرائيلية وأن يتم انتخابات جديدة وقيام دولة وطنية موحدة من أجل السماح لقيام دولة فلسطينية الدولة الفلسطينية ما تكونش أربع خمسة دول لازم تكون دولة واحدة الضفة الغربية وغزة معاه وخليهم يحلوا مشاكلهم مع بعضهم فهمت ما دخلكش انت يجب إسرائيل أن ترسم حدودها الفعلية الحقيقية لو أرادت أن تبقى رغم أنها رغم هذاك ما هيش تبقى رب. هكا ولا هكا ما باش تبقى يعني باش وقت بعد 20 30 سنه يعاودوا يهجموا عليها هذيك هي المشكله المشكله اللي عملت اسرائيل باش تسقط باش تسقط باش تبقى مستحيل يعني على ما هي عليه كحكومه انا ما نتكلمش على يوت على ما هي عليه كحكومه لا يمكن ان تبقى وانما تطول وجودها فقط يا سيدي سيبوها ايران على روح سيبوا كل لكن بشرط طبعا أنا ما عادش تتدخل ما تتدخل في الدول الأخرى ولكن إيران لا يمكن لها أن تتدخل لا لأن عندها فكر إمبريالي هي تفكر على أساس مصلحة المسلمين هي من اللي قامت أول مرة أنا سمعتهم يعني ومشيت لإيران مارك بار إسرائيل مارك بار شوروي مارك بار أمريكا الموت لأمريكا الموت لروسيا الموت لإسرائيل روسيا طاحت هيك ولات حليفهم طوال زهم يطيحوا اسرائيل ويطيحوا امريكا يعني هذاك هو الهدف الاساسي نتاعهم هذيك الفكره نتاع الاسلامي انه يجب ان يكون له عدو يحاربه الاسلامي عندما لا يكون له عدو يحاربه يحارب نفسه هذا معروف ما يتوحد كونش في حرب خارجية هذه معناتها مسألة واضحة إذا طبعا أنا لا أتصور معناتها معناتها هذا رأيي يعني أن يطبق ولكن أنا أقول هذا وجهة نظري فهمت؟ وجهة نظري لأن الثمن سوف يكون غالي ليس بالخسارة البشرية فقط وإنما بالخسارة مع الأخلاقية للإنسان. يعني حرب في هذا الوقت وفي هذا الزمن، وهذا القتل وهذه الأطفال وهذا الصغر مش الأطفال فقط. لماذا نتكلم عن قتل الأطفال؟ وقتل النساء والرجال ما همش معناتها انسان زاده. لماذا دائما في الاخبار نتكلم عن قتل الاطفال وقتل النساء؟ حتى الرجال زاده بشر راهم. فهمت؟ يعني مش فرق من بين تقتل طفل صغير ولا تقتل راجل ولا تقتل امراه كيف كيف كلهم بشر. اذا هذا بالنسبه لي الهدف الثاني ما بعد عمليه طوفان الاقصى هو جر إسرائيل إلى حرب إقليمية في المنطقة وتدخل أمريكا وتدخل الغرب ويمكن أن تتطور إلى حرب فعلية يكون الخاسر فيها الأول هو الإنسان ونحن في أي حرب ليس هناك منتصر دائما هناك خسارة بشرية وأخلاقية وإنسانية واقتصادية وغيرها إذا هذا وجهة نظري في ما وقع الآن تقريبا كما قلت عشر أيام من اللي انتهت عمليه طوفان الاقصى ولكن اهدافها ما بعد العمليه الان قاعد يتحقق لكن في الفتره الاخيره عندها يومين او ثلاثه بدا يتاخر او بدا يراجعون حساباتهم يشوفوا هل ما يقومون به صح ام لا وطبعا هناك مطلب روسي ومطلب أظن ارجنتيني في الامم المتحده لوقف الحرب وفتح ممرات امنه وهناك زياره بايدن لاسرائيل ايضا وهناك اجتماع في الدول الاوروبيه اظن اليوم حول القرار اللي يمكن ان يتخذوه للسماح لاسرائيل لان يعني اسرائيل ما هي الا وليده الغرب ووليده امريكا. يعني رغم قوتها ورغم كل شيء في منطقه الشرق الاوسط لن تستطيع ولا تستطيع ان تغزو غزه بدون موافقه امريكيه أو اوروبيه، مستحيل وخاصه امريكيه بريطانيه، مستحيل. وكل الخسائر اللي حصلوا لها سوف يعوضونه لها اكثر مما خسرت. اذا ونخرجوا احنا في الاخير احنا الخاسرين. اذا المشكله اللي حتى احنا ما يسمى اللادينيين انقسمنا واصبح اشخاص يعني يؤيد في المقاومه ويؤيد في فلسطين طبعا المشكله انه ولات المقاومه الان الا حماس يعني انا مجبور كن ايد الفلسطين اني نايد حماس ما عادش عندي خيار اخر لان تم اهمال ما يسمى الحركه العلمانية الحركه التقدميه الفلسطينيه وتم تكسيرها وهذا خطا كبير من طرف اسرائيل ومن طرف الغرب لانه لا يريد قيام دوله فلسطينيه متحضره يريد ان يقيم دوله فلسطينيه متخلفه لكي يمكن له القضاء عليها اذا يجب الغرب ان يعيد كل حساباته وان يحترم الانسان اينما كان وأن يحترم القوانين الدولية ليس عليكم مش علينا وأن يتوقف عن دعم الإرهاب سواء اليهودي أو العربي أو غير العربي أو الإسلامي يتوقف كليا لأن لا ينسى أن عنده ملايين المسلمين داخل عربي في أوروبا وفي أمريكا وفي الكندا وصدقوني هذوما وقت يتحركوا يتحركوا لان شعوب شمال افريقيا والشرق الاوسط يصبروا 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 يصبروا, يصبروا ووقت اللي يترشقوا يترشقوا حتى حد من يوقفهم ويوليوا كل واحد معناتها يتنافس من اجل ان يعني يعمل الضرر اكثر شيء ممكن في الطرف الذي يعتبره عدو له هذه مساله معناتها جدا مهمه موجوده اذا يكفيو من هالحروب يكفيو من هالصراعات احترموا الانسان كانسان احترموا حقوق الانسان مش حقوق الانسان عليكم انتم ومش على غيركم هذه المسألة كلها السياسة الاستعمارية والسياسة الفوقية والسياسة ان نحن الدول العظمى واحنا كذا واحنا كذا اعلموا ان كل الدول العظمى سقطت عندما اخترت وعندما حقرت الشعوب الاخرى شكرا لكم على المتابعه شكرا لكم على التشجيع ومع فيديو قادم وبسلام